كما وجه الرئيس السيسي تحيه لارواح الشهداء والمصابين ممن ضحوا بارواحهم من اجل هذا الوطن، مشيرا الى ان جهودهم وبطولاتهم ستظل دائما في الذاكره. وتحيه ايضا مملوءه باسمى ايات التقدير والاعتزاز الى ارواح الى ارواح الشهداء. تلك الشموع المضيئه التي اختارت الخلود في السماء على البقاء في الأرض، وإلى أسرهم التي عانت وتحملت فراقهم من أجل الهدف الأعظم، هو بقاء وهو بقاء مصر مرفوعة الرأس، ولكن تبقى مصر هكذا، ولكي تبقى مصر هكذا، لابد أن نستحضر الروح التي بثها فينا أبناء الوطن الشرفاء.